النمسا بأسوأ حالاتها في مؤشر حرية الصحافة عالمياً. 45% من العاطلين عن العمل لم يتجاوزوا تعليمهم الابتدائي. خبراء الإسلام السياسي لا داعي للقلق من مظاهرات الخلافة. السجن مع وقف التنفيذ لناشط نمساوي داعم لحماس. وطرد معلمة نمساوية بعد تعنيفها لتلميذ في مدرسة ابتدائية. وأخيراً، حوادث المرور تكلف النمسا 8.65 مليار يورو. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. تراجعت النمسا إلى المرتبة 32 من بين 180 دولة في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك في أدنى تصنيف تاريخي. ووفقا لمراسلون بلا حدود، تتعرض حرية الصحافة لتهديدات من الحكومات والأحزاب. وأشار التقرير إلى تزايد هذه الظاهرة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مما جعل النمسا تتراجع بشكل متواصل. وشدد المستشار النمساوي نيهاما على أهمية ضمان حرية التعبير والصحافة. وقال رئيس تحرير النمسا ميديا مهندس أحمد مراد: نقل الخبر والمعلومة ليست جريمة ولا تهمة، بل هي من أرقى وسائل التواصل في المجتمع. أشارت وكالة التوظيف في النمسا إلى أن حوالي 45% من الباحثين عن عمل في النمسا في عام 2023 لديهم تعليم إلزامي فقط. وبلغ معدل البطالة لهؤلاء 19.6% على مستوى البلاد مع اختلافات إقليمية. وفي المقابل، كان معدل البطالة لحملة الشهادات الجامعية أو المهنية 2.6% فقط. وأكد رئيس مكتب العمل يوهانس كوبف على أهمية التعليم الجيد كحماية ضد البطالة، وذلك في ظل التحولات الرقمية وحماية البيئة. وبيّن أن جائحة كورونا زادت من معدلات البطالة، لكنها بدأت في الانخفاض مجدداً. توقع خبراء في جماعات الإسلام السياسي عدم وقوع احتجاجات في النمسا تطالب بتطبيق خلافة إسلامية، نظراً لضعف قدرة المؤثرين فيها. وقالوا أن مجموعات مثل مسلم انتراكتيف عاجزة عن جذب الجمهور، وأشاروا إلى أن المشاركين يجذبون بشكل أساسي من الجامعات، ولكن ليس في فيينا أو جراتس على الرغم من جاذبيتها لهم. وتوقع الخبراء عدم حدوث احتجاجات الخلافة في النمسا، محذرين من تأثير حظر تلك الاحتجاجات مما يعطيها منصة وجذب أكبر للجمهور الشباب. حكمت محكمة فيينا على ناشط نمساوي بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة بسبب فيديو دعائي بعد هجوم حماس على إسرائيل. ووجهت للمتهم اتهامات بالترويج لأعمال إرهابية بعد عدم حذف الفيديو من الإنترنت، حيث أمر القاضي بحذفه وفرض غرامة مالية عليه. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات. وخلال المحاكمة، رفض المتهم الاعتراف بالذنب، ووصف الهجوم على غزة بأنه حرب عادلة، وأكد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ووصف نفسه بأنه ضحية وضع سياسي. تم فصل معلمة من مدرسة ابتدائية في كينتون بعد اتهامها بدفع تلميذ من مقعده وضربه على رأسه بحذائها، حسبما أفادت مديرة التعليم إيزابيلا بينز. ويزعم أن المعلمة دفعت الطالب بقوة مما أدى إلى سقوطه ثم ضربته، وقد شهد على الحادث العديد من الطلاب إضافة إلى معلم آخر. وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة، وعقب ذلك ظهرت شهادات أخرى تفيد بتعرض طلاب آخرين للتنمر من قبل هذه المعلمة، ولذلك تم اتخاذ إجراءات تأديبية عاجلة وتوفير الدعم للطلاب المتضررين.
ارتفعت تكلفة حوادث المرور في النمسا إلى 8.65 مليار يورو في العام الماضي، بزيادة 800 مليون يورو عن عام 2022 بسبب زيادة الحوادث والوفيات. وبلغ عدد القتلى 402 حالة والمصابين 45 ألف حالة في عام 2023، مما يعتبر سبب المعاناة والتكاليف الاقتصادية الباهظة. وارتفعت التكاليف في جميع الولايات الفيدرالية باستثناء فورالبرغ وفيينا، وطالب نادي النمسا للسيارات بمزيد من الإجراءات لمنع الحوادث كخفض السرعة وتحسين البنية التحتية للدراجات وتعزيز حملات التوعية والنقل العام. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.